مشان ياخذ منتخب حتى يكون في اتحاد. طيب شكرا وائل. فالى اودينيه، الى جنوا روما، والى ميلان تورينو، وفرجه ممتعه للجميع. السيريا بي الان سينطلق اللقاء بصفيره الحكم ماركو ديبيلو، وقبل واحد واحد امشيك ينطلق ماركو امشيك كره تنتيسر تلعب كره داخل المنطقه لبعاد من كوليبالي، الكنترول والتسديد، كره تلعب الان من كيخون، التغطيه موجوده، يسترجع بولندي جعلت من سار يعود مره اخرى ليضع ميرتينس في العمق، بينما كره من امشيك تبعد البقاء لتكه بدلاء، كره مقوسه على ابعاد حاضر من سامر لمرمى اودينيزي امام للكره والتمركز على ليليان تورام الجديد في الكالتشو الايطالي، هذه راسيه عند بولندا فريق فاينورت، كره من ديبول تسديده بعيده الى ضربه مرمى. نابولي كنترول من دانيلو، دانيلو يلعب كرة عرضية، رأسية تأتي فرصة خطيرة، ميرتينز ميرتينز كرة ترتد من حيث الصدر، ديبول ممتاز، ديبول كرة عرضية تبعد من جورجينيو، الهدف انتزاعها يوم الأمس من ليتر، هل تعود اليوم؟ هذه رأسية إلى ضرب أكيد أما جلان، أهلا كرة عرضية، أهلا فروشو متابعة، ضربة جزاء، ضربة جزاء لعادة، هنا لعادة أعطيني الإعادة من زاوية جورجينيو، يضيع جورجينيو سلسل، كرة ارتدت من الحارس كوبايت، محدود يا جورجينيو على مرتين في مرة أولى، أبعاد الحارس أخطف الأبعاد، الحارس يهيأ الكرة لجورجينيو وجورجينيو سجل هدف الأسبقية لفريق نابولي في مرة أولى، ضاعت الركلة زاوية، أعطيني لورينزو التمهيد، ميرتينزي هيا والتصويب، ترتدي الكرة جورجينيو مرر أمشيك، ولكن الكرة تبعد من فيتمير لورينزو انسيني انسيني، الكرة تبعد. أما الآن نعود إلى الأسطول التحليلي مع الزميل هشام الخلسي، فإلى هنا الوانتو انطلق لورينزينيو يلعب كرة وميرتينزي سدد، ميرتينز ترجع فريق يكون أكثر جرأة من أجل التعديل، كرة تتسدد تنتهي لضربة مرمى، الكرة ممتازة من ديبول، بيريكا خطير، بيريكا بيريكا مر بيريكا، الكرة ماتشو لمس الكيخون وانتو معلن، ينطلق الاسباني كرة عرضية خطيرة لبعاد، ينطلق الان يقود هجمة للنابولي، انطلاقة لميرتينز حكم اللقاء ممتاز، اعطيه مبدي تحت الفريق فريق نابولي، الكرة تلعب خارج المنطقة والتسديد ولكن ضعيف وبعيد، استرجاع فريق اودينيزي، اودينيزي محاولة تصويبة والحارس بيبيرينا، كرة براك ممكن تكون مباركة ليوتارنو في ايضا بكلود ماكيليلي اللاعب الفرنسي السابق، كرة داخل المنطقة تبعت كرة مقلل، الكرة ميرتينز 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 يمرر كيخانو ثاني، ولكن ثم امامنا الاعادة ولونا فيها شك ولكن لم يستغل الكي تنقى الكرة امامية، رأسية من جانب المهاجم فيتمير يحاول مراوغة مع انسيني، كروس داخل المنطقة ما تجيب التغطية، كنترول كرة وانطلاقة التصويب، تتحول كرة ضربة مرمى، كرة زيلينسكي 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 عرضية، الكرة تبعد من علي عدنان كيخون كيخون كيخون، الكروس تصل كرة عند كاليدو كوليبالي، كوليبالي يرسل كرة طويلة باتجاه كيخون كيخون، يلحق بها الاسباني فرصة ثانية ولكن سامرنيا لساني تنطلق لساني فضل المستند يلعب كرة عرضية، الكرة تمر الراجل 1 2، هذه انطلاقة من زيلينسكي، التبرير لميرتينز تلعب لوراء، ينطلق روجلين روجل روجل ديوارا يستعد للتنفيذ، ديوارا يلعب كرة داخل المنطقة السمير في الأبعاد، كرة تصل الآن بانطلاقة محاولة تلعب كرة عرضية والحارس